السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدت لكم مرة أخرى بسلسلة المهام المحذوفة. بالخلف مني لقد جاء الدراجون، جاء كذلك صديقنا الذي كنا نشتغل معه إذا تذكرتم في المرة السابقة. تريفر موجود هنا في هذا المكان، هو ينتظرهم، لديه دراجته كذلك. وبالفعل الشباب لقد جاءوا، لسنا متأكدين الشيء الذي سيحدث الآن ممكن أن يقوم بمساعدتنا لكي نقوم بأحد المهام الخطيرة. لا، هؤلاء الأشخاص فإنهم أعداء وليسوا أصدقاؤنا. مشكل. جاء يا رفاقي 4 أشخاص، لا السبعين، أمن تريفر الشيء الذي فعله. المعركة ستكون شرسة. إن شاء الله. المعركة ستكون شرسة هنا، على الأقل يريدون العراك. هيا أهرب. جيد، دمرته. يا سلام، ذلك هو الزعيم، أنهيتهم صراحة، أنهيتهم. اعتقدت بأن صديقنا هو الذي جاء لأننا نتعامل مع البايكرز، لكن هؤلاء الأشخاص فإنهم البايكرز الآخرون الأعداء. هل علي مثلا تفجير هذه الدراجات؟ حسنا، سنقوم بوضعها هنا في الوادي. لو كان في إمكاني حمل كذلك الجثث مثل لعبات هيتمان، كنت سأحمل الجثث الخاصة به وسأقوم برميها بالقرب من الدراجات وإحراقها لكي لا يكون هناك أي دليل. حسنا، سنقوم بوضع الدراجات الآن هنا وبعدها سأحرق تلك الدراجات. نعم بالفعل لدي المولوتوف وهذا شيء رائع. سأرمي المولوتوف، نقوم بإحراق تلك الدراجات. عليه الإبتعاد كذلك لكي لا تنفجر علي تلك الطريقة. لا أريد كذلك تضييع المولوتوف. جيد، والشيء الذي سأفعله كذلك هؤلاء الكلاب سأقوم بإحراقهم. حسنا، ادفعها. جيد، فجرنا الأولى. جميل، سأحرقهم لكي لا تتعرف عليهم الدولة. لا أريد من الدولة العميقة أن مشكل. الشيء الذي علي فعل علي الهروب الآن، لأن النار تطير يا أصدقائي في هذا العشب. سنهرب لكي لا يتم إحراقنا نحن كذلك. الجثث سيتم إحراقها لكي لا تستطيع السلطات التعرف عليهم ولا معرفة وجوههم. وبعدما انتهينا منهم سنذهب الآن لتلك الضفة هناك وسنلتقي بالشباب أصدقاؤنا الدراجون، يعني الحقيقيون، لأن هذا هو المكان الذي سيطرنا عليه. نعم بالفعل هؤلاء هم أصدقاؤنا لأنهم ظاهرون بالعلامة الصفراء. رون، ها هذا هو الزعيم المنشق من عصابة الدراجين، هو هذا أسود البشر. لدي حبيبته كذلك. لمن شاهد هذه السلسلة الخاصة بالمهام المحذوفة فإنه سيعرف ذلك الشخص. لهذا السبب في البداية توقعت بأن هؤلاء هم الشباب الذين جاءوا عندي، لكن في الأخير جاء المغفلون. كان تريفر يتبول بخير عليه وفي الأخير جاء الكلاب، قمنا بتدميرهم. سنتجه الآن مع الأصدقاء وسنذهب لمكان معين. أخبرناهم بالقصة وأخبرناهم بأن الكلاب لقد جاءوا عندنا وحدث ما حدث وبأنني قمت بقتلهم وقمت بتفجير دراجتهم. والآن سنتجه مع الشباب. عدد الدراجين هائل، راقبوا بالخلف منه. لا هذه المهمة مميزة. يا رفيقي أنا وصديقي الزعيم في المقدمة والشباب بالخلف منه. هيا ابتعد أنت يا سائق تلك السيارة، ابتعد. أنا وصديقي ضد العالم. أوه راقب ذاك مغفل، جاء مسرعا يا أصدقائي بطريقة جنونية. وصلنا للمكان. نعم ها الفتيات ينتظرننا هنا، 3 فتيات مع حبيبته. حبيبته هي في الوسط، هذه الفتاة هنا هي حبيبته، ومعنا كذلك الفتيات الدراجين المنشقون بطبيعة الحال. أوه، هل سقط ذلك الشخص أم ماذا؟ إني رأيت بأن هناك شخص لقد سقط. هناك علامة حمراء يا أصدقاء. مشكل، لقد جاءوا. احذروا. كلاب لقد جاءوا. انتظروا. أصابناه، دمرناه. انتظروا. ليست لدي الكثير من الأسلحة، لدي فقط الشاتجان. علي الحذر، لا أستطيع إصابة. ليست لدي أسلحة جيدة. أين هي الأسلحة يا أيها المغفلون؟ الكلاب أصابوهم. بوم، هيا أسقط للأرض. جيد، دمرته. ممتاز. الآن سأخذ الأسلحة. ليتس جو. ابتعد. واو ذلك المغفل لقد ضربني. لدينا مسدس فقط، يعني ان هؤلاء الكلاب جاءوا فقط بالمسدسات. هناك شخص اخر لقد جاء، قتلناهم، دمرنا. لا الشباب عندنا خطير، لقد قاموا بتدمير الجميع بسرعه البرق وانا لم اتحرك ولم افعل اي شيء. الجميع ركبوا في دراجتهم، نحن كذلك سنركب في دراجتنا وسنتحرك. اعطوني فقط الشوت جان، ليست لدي اسلحه جيده. هيا اركبي معي انت، هيا اركبي، تعالي. هاتي الفتاة لا تريد الركوب معي يا أصدقاء، أما أنني مستعد. حسنا، لن أهتم لها، سنلحق بالشباب الآن. على الأقل لدينا مسدس، يعني أننا سنستطيع التسديد. كذلك الشاتجان، نعم يمكن استعمال كذلك الشاتجان في الموتور سايكل. أوكي، سنسرع يا أصدقاء وسنذهب عند الأعداء لأن لديهم شنطة، علينا سرقة تلك الشنطة من عندهم. وصل الشباب عندهم. المعركة الطاحنة لقد بدأت بين الشباب والأشخاص الآخرون الأعداء. هيا بسرعة. على الأقل الشيء الذي سيحدث الآن هو أن الشباب سيقومون بتدميرهم. هم في السيارة. بوم، موت. إن شاء الله سأصيبهم في العجلة. ليتس جو. أين هم الكلاب؟ بالخلف منا. إن شاء الله. بسرعة. كلاب عددهم كثير، لقد قمت بإصابة السيارة الأولى. ممتاز، دمرت السائق. هو الكلب جاء، نزل، أصابته في الرأس.
المين مزيد انهيناهم. واو 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 لا لا عملية خطيرة هاتي فعلنا جيت ذا باجز عملية رائعة فعلنا هنا وقمنا ب انشادنا اهرب اهرب واو 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 سأموت. السيارات التي ستقوم بقتلي. اما بالنسبة للاعداء الكلاب لم يستطيعوا فعل اي شيء لنا. جيد هيا تحركوا 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 يا شباب. ما اكتشفناه الان هو ان الكلاب خدعونا. تلك الحقيبة لا توجد فيها الامور التي جئنا من اجلها. بل الموجود هناك هو الليدر مانتيز. يعني ملابس داخلية مصنوعة من الجلد. الان يجب علينا الاتجاه للبار. بما اني جيت لوحدي عندهم الامر سيكون خطير. ولا اريد التسديد لحد الان لان لم يسدد علي اي احد. لدينا الشاتقال لدينا السلاح لكي ندافع عن انفسنا. هيا هيا جيد انتظر بوم دمرتو كلاب. تريد انت كذلك التدمير. جيد اصابته ومات قتلته دمرته كلاب. بعد ما دخلت عندهم ارادوا يا اصدقاء الهجوم عليه. هناك شيء ما في الخارج. الاصدقاء اللي تو وصلوا. اوكي 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 اي ام كومين ليتس جو. واو 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 شي شي كذلك الشخص اين يا مور. بوم اصبت السائق على معتقي أصابته لكن جاي 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 دمرته الآن دمرته. إن شاء الله سأذهب عند الكلاب الآخرون في الأمام. أحسنتم هيا دمروهم 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 مغفلون. جيد انتظر بوم هؤلاء الأشخاص يسددون هؤلاء. جيد أصابته أصابته انتظروا انتظروا. هاو أسقطنا يا رفاق الحقيبة بعدما دمرت أولئك المغفلون. علي الحذر كذلك. بوم هيا توقف. يس حصلت على الحقيبة. لا المغازين فقط مغازينات جنسية. من الضروري الذهاب الآن لمكان آخر. استطعت رؤيتهم. ماو ماو عددهم كثير. سأقوم بتدمير. بوم هيا تعالوا يا رفاقي تعالوا يا رفاقي بسرعة ساعدوني. جيد 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 دمرت هذا. هذا لا يوجد عنده أي شيء. مشكل مشكل الرصاص يولع عليه وذلك المغفل لقد ضربني. الشباب ذهبوا سبقوني. شاهدوا هاتي كذلك شاهدوا شاهدوا ما الذي فعلته. راقبوا هذا راقبوا هذا هيا. واو 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 هي ميسد مية أصيقة. نعم بعض من الشباب لقد وصلوا عندهم سيبدأون في تدميرهم. وهنا ما الذي حدث لكم أنتم؟ هيا تحركوا تحركوا بسرعة 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 الأكسيريشن. جيد بدأوا في الأكسيريشن. جميل هيا بسرعة بسرعة بسرعة. هم هؤلاء الكلاب. بوم بوم أصابته بوم دمرته دمرت السائق. لكن لا يوجد أي شيء هناك. الشباب بالخلف سيأتون سيقومون بتدميرهم. لن أقلق سألحق بالشباب في الأمام. واو 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 كذا ذلك المغفلان يضربان. لا يوجد اي شيء هناك يا اصدقاء لا يوجد اي شيء. سنذهب الان عند السياره في الامام. انتظر 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 كلاب فتحوا البيبان ممتاز دمرته. جيد انتظر ساصيب له العجلات. انتظر انتظر ممتاز دمرته فجرت له العجلات قتلته وبقي فقط السائق. ممتاز انهيت السائق. اخيرا انزلها الشاحنه الاولى هي التي فيها السلع. ماذا يوجد يا توراون؟ وجدنا اخيرا. لا بوكسز اوف شوكولات شوكولاته هناك مره اخرى الكارثه. وصلنا لاخطر مكان. هنا يختبئ الدراجون الاعداء. رخب رخب تريلر مرمي هنا واثنان من تريلرز واقفه في جانب الطريق. من الضروري الحذر الان لاننا جئنا للبؤره جئنا للبؤبؤ. وبدات الكاتسين كذلك. وهنا نستنتج ان هذا هو المكان الذي علينا المجيء. لا هذا هو المكان الاخير لان قمنا بتدمير تقريبا 4 فانز. لم يحدث اي شيء. هناك اعداء لقد رايتهم. ليت مي توك. الشيء الذي سيحدث هو ان تريفر سيتحدث. لدي مشكل كبير اصدقائي غير موجودون. واو شاهدوا هناك فتاة يا اصدقاء كانها تزوجت بهذا الشخص. ولدينا كذلك ذلك الشاب شاب روبوت. قال لنا هذا البيزنس مان هل انت هو الشاري؟ كانه يريد بيع شيء ما لنا. بوت واد بوت وتحدثنا معه الان عن القارب. وهنا نستنتج ان تريفر سياخذ منه المعلومات وبعدها سيذهب لكي يقوم بالسطو عليهم. لقد ذهبوا يا أصدقائي تركونا وشأنا لأنهم عرفوا بأن في رأسنا العجينة كما نقول ولن نشتري من عندهم أي شيء. فقرروا الانسحاب وذهبوا. لكن على الأقل قاموا بإعطائنا معلومات جيدة جدا. واو القارب ممتلئ بالفتيات. هؤلاء الأشخاص يتاجرون في البشر. ياه ترافيكين. نعم يقومون بتهريب الفتيات بائعة الهوى. الآن يجب علينا انتظار رون وويد واكتشاف ما سنفعله بالضبط. استطعنا السيطرة يا أصدقاء على عدد هائل جدا من الفتيات ولا أعرف ما الذي سنفعله بهم. ويت ذا جايز ها هو رون وويد لقد جاءوا. هل سنقوم بأخذ هذه الفتيات ونقوم بتشغيلها معنا؟ ابتعد أنت. موف موف ذا واي. رون ماذا سنفعل؟ ويد أخبرونا. سنقوم بأخذ بعض من الفتيات الفانيلا يونيكورن كما قلت لكم. والباقي سنقوم بأخذهم عند مايكي فورد جولف كلوب. نعم ها
هلا نقوم بالسياق الآن، نقوم بأخذ هذا العدد الهائل جدا من الفتيات. بطبيعة الحال هذا ما علينا فعله، هذه الفتاة فإنها سكرانة نهائيا أو أنها حدث لها دوار بحر. الطريق فإنها طويلة جدا، من هنا سنذهب تخيل ويجب علينا فعل دورة شرفية هكذا والنزول في أحد هاته البورت هنا، هنا علينا النزول لكي نقوم باستدعاء أصدقاء الباص، وبعدها الباص فإنه سيقوم بأخذنا للمرقص، وبعدها سنذهب عند مايكي هنا على ما أعتقد في ذلك المكان وبالقرب من الغولف كلب. يعني من الضروري الدوران على اليمين أصدقاء والاتجاه، وأتوقع بأن بعد هذا كله سنكون قد وصلنا للنهاية. وكانت هذه هي نهاية رحلة اليوم. تريفر في الأخير بعد تلك المعاناة اكتشف الديلر الذي سيتعامل معه الدراجون وحصل على هدية، وأصبح لقب تريفر الآن هو السلطان، وتلك الفتيات هي حريمه السلطان. حتى ذلك الحين كان معكم ياسين، سلام عليكم الله ولي لا صدي وداع، ولا تنسوا بأن السلامة هو خير ختام.